جدا يعني جدا. أمهات زوجات لشهداء، وضع مأساوي بما تحمله الكلمة من معنى. استمعنا إلى صوت هذه السيدة التي تبكي طفلتها الصغيرة الرضيعة التي يعني قتلت بهذا القصف الإسرائيلي الجنوني على خان يونس وعلى شرق خان يونس. غارات لم تتوقف حتى هذه اللحظة تسمع في المناطق الشرقية. تحاول إسرائيل على ما يبدو أن تفرق كل السكان بالقذائف المدفعية وبالقصف الإسرائيلي. عدد كبير من الشهداء، عدد كبير من الضحايا. سنحاول الآن يعني الحصول عن شاهد عيان أو يعني أناس كانوا في عمليات القصف وفي أماكن القصف. يعني هذه هي الصورة مأساوية، هذه الصورة مكررة في قطاع غزة، ليس في خان يونس وحدها، وإنما في كل مناطق قطاع غزة. هذه الصور التي شاهدتموها وهذا البكاء وهذا النحيب هو يعني في كل مناطق قطاع غزة. حالة مأساوية وحالة صعبة يعني يعيشها سكان القطاع في ظل يعني هذا الصلف وهذا القصف المدمر الذي تمارسه إسرائيل بحق السكان. جميع من رأيناهم، جميع الجرحى، جميع الشهداء هم مدنيين. لم نرى عسكريا واحدا تم يعني رأيناه جاء إلى منطقة مجمع ناصر الطبي. غالبيتهم من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ في عقاب وعملية إبادة جماعية واضحة. لأن هذه صورة أخرى، يعني هذه يعني شباب يحملون أحبائهم، عائلة تحمل أحبائها يعني في هذا التوقيت في هذه اللحظة من أجل يعني مواراة جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء. ربما ترى في الصورة عدد كبير من المواطنين الآن في مجمع ناصر الطبي. هؤلاء جميعهم هم من النازحون، هم من الذين فروا من المناطق الشرقية وجاءوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس طلبا للأمن وطلبا للحماية بعد أن يعني امتلأت عن بكرة أبيها كافة مراكز الإيواء التي أقامتها أو فتحتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. وضع مأساوي، يعني الصورة ربما التي رأيتموها هي أبلغ من كل كلام وأبلغ من كل وصف.